خلينا ننتقل للبنان. شايف بقى ازاي انفجار الاوضاع في لبنان بعد اعمال العنف اللي شهدتها طرابلس مؤخرا؟ يعني لبنان تعرف على الشواطئ كده يقول لك ده عدى البراميل. يعني للاسف لبنان عدى المنطقه الامنه، يعني لما بيقولوا المنطقه الامنه كل حواجز المنطقه الامنه عبرها لبنان للاسف. لبنان هذا الصغير الجميل يعاني معضله متراكمه. كلام طبعا عن الحكومه اصبح في القلورا. يصر السيد عون رئيس الجمهوريه على ان يعيق تشكيل حكومه سعد الحريري. في نفس الوقت لبنان بلد منكشف من الاصل على اختراقات من كافه مخابرات الدنيا، وتحدث فيه مآسي لا تنقطع، اخرها ما جرى في طرابلس. طرابلس هذه المدينة الشمالية السنية في غالبها هي أفقر يعني مدن لبنان وأفقر مناطق لبنان، وهي مرتع أيضا لجماعات الإرهاب المهاجرة أو القادمة، وفيها وضع متفجر استغله. يعني على السطح لا رئيس الجمهورية عاجبه ما جرى في طرابلس، ولا رئيس الوزراء المرشح سعد الحريري يعجبه ما جرى في طرابلس، ولا وزير ولا رئيس الوزراء القائم بحكومة تصريف أعمال حسان دياب يعجبه ما جرى في طرابلس. حق للمراقب أن يسأل هو فين؟ مين عفاريت لبنان؟ من الذي يتحرك على الساحة اللبنانية فيشعلها حيث أراد؟ تقديري أن الساحة اللبنانية رغم هشاشتها ورغم صغر حجم لبنان هو بلد هام جدا. دعوت وأدعو وأكرر ولا أمل أن العرب يتخلصوا أن العرب القادرين يتخلصوا يعني من أوهامهم ومكايدتهم، لأنه رؤية إسرائيل واضحة في لبنان ورؤية أمريكا من وراءها أننا نريد إفناء حزب الله لكي نمد يد العون في لبنان. تمام. هل يليق بالعرب أن يتخذوا نفس الموقف؟ تقديري أنه لا يليق. مصر في الفترة الأخيرة الحقيقة هي البلد العربي الوحيد الذي يمد يد العون لبنان. نحن نعرف أن في 3 طائرات عسكرية وغيرها بمعونات طبية، ونعرف أنه في مستشفى ميداني مصري في لبنان، ومصر تدفع في اتجاه تكثيف اهتمام الدول العربية بإنقاذ لبنان بعد أن وصلت المبادرة الفرنسية إلى فشل أكيد. صحيح أن الرئيس ماكرون يتحدث عن زيارة قريبة للبنان، لكنه هو الآخر يعني يضع شروطا، وهو يعول فقط على بعض التفاهم التي يمكن أن يجريه مع إدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن بصدد لبنان. ربما تكون رئاسة جو بايدن أكثر ليونة من إدارة ترامب، وتتخلى عن فكرة فرض العقوبات ووضع الألغام والعراقيل في طريق المبادرة الفرنسية. بقى أن أذكر أن المبادرة الشهيرة بالمبادرة الفرنسية هي في حقتها مبادرة فرنسية مصرية. تمام. والرئيس السيسي أكد أنه لا يليق أن نترك لبنان إلى مصير يشبه الجحيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، شرفتنا وشوفك إن شاء الله في مواجهة جديدة.